ثم توظيفات معينة ولوبيات معينة قاعدة ما هيش تسهل عليهم. لماذا ينتظروا مني أن أقول لا وأنا أرى ضرورته للقطاع الصحي؟ أنا تكوين الطبيب المختص يتكلف على المجموعة الوطنية بقرابة مليار منذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي. كل طبيب حتى نعم حتى التخرج ما لا يقل على مليار تدفع المجموعة الوطنية. أي نعم، هذا كلام وزير الصحة في تونس. الكلام هذا وبعض القرارات كما مشروع قانون عدد 38 هما اللي خلوا الأطباء يثوروا وينتفضوا، وخاصة منهم الأطباء المقيمين والداخليين. قبل ما نبدأ نحكيه على مشروع قانون عدد 38، خلي ساعة نفهمه شنو هما الأطباء المقيمين والداخليين بالضبط. Si vous avez besoin de quelqu'un pour déchiffrer l'écriture des médecins, il y a un interne pour ça. Si vous avez besoin de quelqu'un pour soulager les patients qu'on permédie, il y a un interne pour ça. Si vous avez besoin de quelqu'un pour amener des bilans en toute heure de la journée, il y a un interne pour ça. Si vous avez besoin de quelqu'un pour endurer des conditions de travail extrêmes, il y a un interne pour ça. En fait, à la FMS, il y a des internes pour presque tout. تقرق بالبنك دي سون، تقرق بالكونسلتاسيون اناستيزي، تقرق بالراديو، تقرق بكل شيء. سيدك الانترن عبارة على منشفل يتعدى يمسح في يديه الناس الكل. والله سمعنا ديرنيغمون السيد الوزير قال الطبيب يتكلف علينا مليار الفورماسيون نتاعو. الحقيقة فرحنا برشا وماذا بينا نعرف وين المليار هذا، اسكو في الانترنال والماكلة اللي ناكلوا فيها معناها ساكلوا مليار، اسكو لي بروف اللي قريوا فينا معناها غراتويتمون اسكو تكلفوا مليار، اسكو الانسكريبسيون اللي نعملوا فيها بفلوسنا زاد تكلف على الدولة مليار، ولا اسكو لي بوليكوب اللي ناخذوهم في آخر دقيقة وترسينا لازم احنا نطبعوهم فلوسنا احنا اسكو زاد هذوما المليار. ماذا بينا كان السيد الوزير يقول لنا شنو هي حكايه المليار وشنو هي حكايه لي 60 مليون في العام معناها فورماسيون تاعنا. والله كنا نعملوا طلع على لي شومبر دو غارد معناها ونشوفوا الحاله نتاعهم على الانترنا، ماذا بينا زاد نفهموا كيفاش هالمليار وين ماشي هالمليار. دونك فريمون مليار يعطيكم الصحه، حاجه خارقة العاده. وبابي حبيت نسالك ساعه فما حاجه برشا ناس مش فاهمينها، اش معناها غارد؟ شنو هي الغارد؟ غارد هي 24 ساعة خدمة نون ستوب بين جبال لبنانيت، توصيل مرضى، عرق مع المواطن، سبان مع المواطن، هذا كله نتقبلوه ما عندنا حتى مشكلة. تطلب لي زافي، تحل مشاكل نتاع المرضى، تحل ساعات مشاكل نتاع لي بارون نتاع المرضى. وربي حبيت نسألك زاد حاجة أخرى، الكار قداش تقعد وقت؟ تقعد 24 ساعة هذا كان مشكل. وتخلص عليها؟ لا خصوصا عند ربي خير. انت باش نمشي نوريكم فين الطبيب يعطي الكاد نتاعو، نشوفكم في السيرفيس نتاعي الطبيب. باهي تاع تو نشوفو الشومبر نتاع الانترن البرجوازي. احكي لنا شوية على الشومبر نتاعكم بلافي. شومبر مزيانة برشا، كولواغ عايشين فيه، تفرجوا ها. مع شوية عنكبوت، وريهم العنكبوت، وريهم العنكبوت. فين؟ ايه. عندنا برشا عنكبوت. مازالت عندكم العائلة نتاع الزازوميات اللي عايشين هنا ولا مشاو؟ لا مزيان، كانوا والله ما يظهروش تو في الليل. والله كانوا ينسوا فينا قبل هنا. موجودين ما تخافش. هذا شاريو نتاع فون. شوف شاريو. شاريو دورجونس. ما تلقاش فيه حتى شيء بيان سور، شاريو دورجونس. إذا ما الكل في الغين تمشيش تغرك المظاهر. مواضيع فيها كمان. لوكس. فوالا. هذا تركبش المظاهر ما تراو برشا حكوك ها مويه تاع طوب فيرا فيرا. باهي توا باش نوريكم التواليت نتاع الطبيب البرجوازي، تفرجوا. هذه الدوش تاع ديناري في السبيطار، مشي دوش بعد هنا تشوفوا اللوكس. تواليت عالمية تا منقربش خير يظهر لي، يظهر لي خير. تفرج مناظر طبيعية، شوية عنكبوت على شوية حيوانات.
نجمو نقعدو نحكيو بالسوايع على مشاكل قطاع الصحة في تونس، نجمو نحكيو على الميزيريا، على الماتيريال الناقص، على البيرسونيل مال تريتي، على المانك دو سيكوريتي، مشاكل برشا في سبيطاراتنا، وتصور اللي تشوفو فيهم توا، هادو هما سبيطارات الجامعية. أما توا خلينا نرجعو مشروع القانون نتاعنا. مشروع القانون عدد 38. مشروع القانون هذا جاي باش يناقح القانون المنظم لخدمة الطبيب وطبيب الأسنان، ويقول اللي كل طبيب كمل سبيسياليت نتاعو ويحب ينتصب بالقطاع الخاص لازم يخدم مدة 3 سنوات بالصيف عليه في هيكل الصحة العمومية. كيف المواطن يسمع بالمشروع هذا؟ يقول هذا هو الحل. أما احنا جينا سألنا شوية الطب وقلنا لهم علاش انتم ضد المشروع هذا؟ هاو شنو قالوا؟ أنا ضد القانون بتاع العمل الإجباري، خاطر مشكلة الصحة في المناطق الداخلية مشكلة كبيرة برشا وقديمة برشا، أكثر من 50 سنة ما تلقاش حل. باش نلقاو له حل لازم نتشاركوا الأطراف الكل الفاعلين في نطاق الصحة. أنا ضد القانون الإجباري لمدة 3 سنوات في المناطق الداخلية ومع إحداث أقطاب صحية جامعية في المناطق الداخلية. إحنا نحبوا نحلوا مشاكل في المناطق الداخلية. الوطنية انك ترفض انك تخدم 3 سنين تخلص مطامر تعطي حتى اضافة للمنطقة الداخلية. انا ما فهمتش علاش يعني حيحبوا يعملوا لنا قانون كيف ما هكا نتاع عمل اجباري، بخلاف انه هو لا قانوني وخارج على الاتفاقيات الدوليه. ثم يعني هو وزاره الصحه عندها فكره جد باهيه، يعني هي انها مش تعمل كوميسيون تاع بيد من اهل المهنه ويعملوا حوار وطني حول الصحه، والحوار الوطني هذا اللي فيه سيكون معمول بخبراء صحه دوليين ووطنيين، وزيد على هذيك تمشي تعمل في الجهات الكل، داروا على المواطنين حكيوا معهم قالوا لهم يا مواطن شو تحب انت باش تحسن نظام الصحه في المنطقه نتاعك، شنو الحوايج اللي استعجاليه وضروريه توا اليوم قبل الغدوه، مشيو حكيوا مع الاطر شبه الطبيه لخاطر في نظام الصحه ما ثماش كان طبيبك هاو، ثم شبه الطبي ثم الممرض ثم الانستيزيست وهذوكم كل قالوا شنو يحبوا. الحوار هذايا مش يعطي نتائجه في اخر العام، علاه ما استنيناش نحن توا شهر شهرين ومن بعد نعملوا قانون قوانين تمشي مع المقترحات اللي باش تجي من الحوار الاجتماعي حول نظام الصحه هذا. اهالينا في المناطق الداخليه نحب نقول لكم حاجه، راهو لي زانتيرن ولي ريزيدون ولي ميدسان بصفه عامه راهم اللي يعملوا في هذه الكل في مصلحتكم، لانه راهو ثم شكون في السلطه يحب يعدي القوانين من غير ما يغير حقيقه في الوضعيه نتاع المناطق الداخليه في الصحه. نحن نحبوا تبني لكم سبيطارات، توصلكم الدويات، توصلكم كل الماتريال اللي لازم يوصل المناطق الداخليه باش يولي عندهم الحق في الصحه كما المناطق الاخرى الكل. نحن مستعدين باش نخدموا في الظروف هذه، راهو تبعث اميدسان بستيتو وطبليه مختص راهو ينجم يغير حتى شيء في الاحتياجات نتاع المناطق هذه، راهو اللي نعملوا فيه الكل كي هذا راهو لمصلحه التوانسه الكل. المشكلة في القانون هذايا اللي هو جاي حب يجي توا باش نصلح به 50 سنة من سوء تصرف في ميدان الصحة، سوء تصرف في الأموال اللي مخصصة نورمالمون لميدان لوزارة الصحة، اللي نحبوا نصلحوها توا بالقانون هذايا في ظرف شهر من غير ما نتصلوا بجميع أطراف الحوار. حابين القانون هذايا هو طريقة راديكالية، طريقة ما تمش توافق عليها من جميع أطراف الصحة في تونس، هذاك علاش هي ما عندها ما تمشي كان الفشل. والحل الانسب هو لازم نجمع على طاوله واحده جميع الاطراف اللي يخصوا الصحه، الطب الكبار، الطب الصغار، وزاره الصحه، نقابه الاطباء، باش نلقاو مع بعضنا حل المشكله هذه اللي هو جيد، هو تراكمات تاع 50 سنه من سوء تصرف. نحن كاطباء داخليين ومقيمين ماناش ضد القانون هذا، نحن ضد الصيغه الاجباريه بتاع القانون اللي هي مخالفه للمعاهدات الدوليه ومخالفه للقوانين الدوليه اللي مصحه عليها تونس. يعني الحلول موجودة، الإمكانية أن نحسن القطاع الصحة في المناطق الداخلية موجودة، لكن بصيغة أخرى وخطط أخرى نجم نقعد مع المعنيين بالأمر ونحاوروا فيها كان أعطونا فرصة. أنا ضد القانون هذايا لأنه طالب طب ولا طبيب مش يخلط يوصل طبيب مختص يعمل 7 سنين طب عام، يعمل 5 سنين قراية وعامين طبيب داخلي، العامين هذوكم هو يعمل كل 4 شهور في بلاصة ينجم يبدل من بلاد لبلاد، بعد يعمل 5 سنين اختصاص، في 5 سنين اختصاص الطبيب المتربص ينجم يمشي كل 6 شهور يكون في بلاد،
وباش يكمل الطبيب مختص معناها يعني شهر طبيب مختص يكمل قرايته الكل يلزمه 7 سنين و5 سنين هذا اذا كان ما تعطلش معناها هو الاج دو 32 ans 33 ans باش يلقى روحه طبيب مختص باش يلقى روحه مشي برشا من بلاد لبلاد كل 6 شهور في بلاد الطبيب هذا ينجم يكون عنده عائلة ينجم يكون عنده صغار مرته ينجم تكون طبيبة كيفه تزيد تفرض عليه انت 3 سنين العمل في المناطق الداخلية ما نعرفش كيف باش يستقر الطبيب هذا وقتها باش يستقر وقتها باش يستقر مع عائلته ولا وقتها باش يعمل عائلة surtout ne veulent pas y aller pour une raison fondamentale et que l'on doit analyser et comprendre, c'est que ces compétences, ces jeunes compétences, c'est pas qu'ils ne veulent pas y aller, ils demandent que leurs prestations soient encadrées. Encadrées par, pas seulement, c'est pas le plus important, l'infrastructure ou les moyens matériels, mais aussi par un environnement médical adapté. Ça veut dire concrètement que ces jeunes-là qui vont être jetés dans des structures qui sont mal équipées, des structures où ils sont isolés, où ils n'ont pas d'environnement, vont se sentir presque inutiles, et en tout cas ne vont pas se sentir à la mesure des espérances des citoyens. الشيء اللي واضح هو اللي مشروع قانون هذا ماهوش باش يقدم تونس. هيك علي سألنا الطب شنو هو الحلول البديلة؟ Les alternatives, oui, on en a des alternatives. La première alternative, c'est le partenariat. Le partenariat va permettre de, vraiment, c'est un choix de qualité. Il peut impliquer les résidents. Comme ça, c'est un projet où tout le monde est impliqué, tout le monde participe à sauver la santé. On peut aussi proposer le contrat d'engagement, comme c'est le cas en France. Les gens seraient libres de s'engager, auraient une bourse pour leurs études et rendraient justement la bourse qui part à l'État. On peut aussi proposer des sortes de CDD à la fin du processus de résidentat pour les gens qui ne peuvent pas rester au chômage jusqu'au résultat de spécialité, au résultat d'assistanat. Finalement, les solutions sont là et les solutions seront applicables et seront pratiques le jour où tout le monde on se mettra autour d'une table, où tous les acteurs de la santé se mettront autour d'une table et diront oui, il y a un problème et oui, on va finir par trouver une solution. Que chacun donne un peu, que personne ne porte pas tout seul. نقاط أساسية. النقطة الأولى هي حالة الموت السريري اللي أسقط عليها المستشفيات الجامعية بتاع البلاد التونسية واللي أسقط معناتها ما تكملش خدمة صحية لائقة للمواطن التونسي ولا تأمن زادة تعليم جامعي راقي للمترقصين في الطب. الحالة اللي أسقط عليها وزارة الصحة يظهر لي صار الوقت إنها لازمها تتفضل إنه كامل الحلول
تحب تتوصل لها ما تنجم تتوصل لها إلا بتشريك الفاعلين في الحوار في بناء حوار جدي. يعني نقابات أطباء الساحة العمومية، نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المستشفيين الجامعيين، العمداء، الكليات، هذايا الوزارة حد الآن صمة آذانها عليه. ونحب نقولوا أنه حسب رأينا حد الآن ما احناش مش نتوصلوا الحل إذا ما نتحاوروش مع بعض. النقطة الثانية هي قانون العمل الإجباري، ولا مشروع قانون العمل الإجباري اللي يخص الأطباء حديثي التخرج وفئة من الاستشفائيين الجامعيين. احنا رأينا ورأي أنا كأستاذ مبرز الطب أنه هذا قانون ما يتوافقش مع أبسط مبادئ الدستورية، ما يتوافقش مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. الحل في المناطق الداخلية ما هوش إجبار الأطباء باش يمشيوا يلقاو سبيطارات ما فيهاش معدات نبيعوا في الهواء للمرضى، ما هوش معقول. الحل أنه نقعدوا الناس الكل على الطاولة ونلقاو حلول جذرية ودائمة لمشكل الصحة في البلاد التونسية. أي مواطن يحمل بطاقة التعريف الوطنية عنده الحق في النفاذ إلى خدمة صحية راقية ولائقة. فلذا يكفينا من الخطابات الشعبوية، يكفينا من الخطابات الانتخابية، وخلينا نقعد الناس كل على طاولة، النقابات، العمادات، عمادة الأطباء والوزارة، وقتها مرحبا كي نلقاو حل مع بعضنا، لأنه كل شيء يتبنى إلا بالحوار. يعني نرى اللي الحل متاع مشكلة الصحة هو التداول على العمل في المناطق الداخلية بفرق تكون من أطباء مقيمين، مساعدين استشفائيين، أطباء مبرزين، خاطر المناطق الداخلية زاد عندها الحق في خدمات صحية للجميع. إشكالية نقص الأطباء في الجهات الداخلية هي إشكالية مصطنعة، ولو أردنا حل جذري نستطيع أن نجد هذا الحل الجذري تأسيا بالمؤسسة العسكرية التي لا يختلف اثنان فيها في تونس، وهو أنك تحل بجانب البوست المحلولين بريزيدانا 500 هذاكم ليبر، وتحل 200 مختصين فقط بالجهات الداخلية ويعرف روحهم من العام الأول وقت ينجح ريزيدانا 200 هذاكم اللي هو ماشي مثلا أوفتالمولوج السيدي بوزيد أورال القفصة شرجيان جنراليست بكيف، وبالتالي كل عامين عند كل عام باش تخرج 200. إذا كل عام باش تخرج 200 وبوت 50 ألف أخصائي باش يتخرجوا، والألف الأخصائي باش يحلوا لك المشاكل بطريقة جذرية ويعملوا أونجاجمون دو 15 عام. هكا نجموا نحلوا، أما ما نجبروش الناس على العمل بعد ما تخرجوا. إذا باش تحل المشكلة حلها جذريا، مش تحل تعطي معناها علاج وقتي. المشكلة عميقة وقديمة ولم يكن أبدا الأطباء الجديد التخرج هم سببا فيها. إذا باش تحل حل تركت على الأسباب وحلها، مش تفركت هذاك المتخرج الجديد تحطه هو كبش بلا باش تبان أنت قدام الرأي العام عملت حاجة كبيرة. On est d'accord donc sur le constat, notre déchelé est là une solution. Donc on propose une solution urgente immédiate. Dans une année, donc chaque semaine, il y aura 3 personnes de chaque service recouvrant une partie de la CHU Hedikalilehimber, Imshiu par semaine, Imshiu Luzon. Et on laisse la liberté de chaque service de faire son organigramme. Ah mais ils sont dans l'obligation de donner 3 noms chaque semaine. Imshiu avec un repos compensateur, par exemple l'équipe de 3 Hedik de 2-3 jours. Là, c'est une solution immédiate pour une année, on propose le temps et on lève la loi. Nahiou la loi complètement. Le temps qu'on se regroupe, nahiou ma l'ouzara, ma tous les participants sur le terrain, c'est important, ou c'est en même temps les médecins. Voilà. Donc, nous avons un projet de loi, qui est un projet de loi Ijberi, où je pense que c'est un projet de loi qui est un projet de loi. فما برشا قانون وبيناتهم كي ايتي بروبوزي سي لو سيستيم دو باريناج تبعث توت دي زيكيب ملتي ديسيبلينير افيك لي سينيور اي لي ريزيدون بور افيكتوي لي ترافو في المناطق الداخلية جوسكا يعني حتى نلقاو حلول على موايان اي لون تيرم. Cette alternative de solution est basée essentiellement sur les ressources humaines. Nous disposons de suffisamment de compétences de spécialistes. Et mieux, nous disposons de spécialistes qui sont originaires de ces régions et qui veulent y aller. Mais à certaines conditions, et ces conditions, ces demandes de conditions sont totalement légitimes. Il y a un potentiel, par exemple, si on prend des régions comme Kasserine, Sidi Bouzid, Le Kef, il y a dans les facultés de médecine un nombre très important de jeunes médecins en formation. Il y a même un nombre non négligeable de spécialistes en voie de formation ou déjà formés, mais qui sont prêts à venir apporter leur contribution dans les conditions. Alors ces conditions, il faut le leur créer, le leur fournir ces conditions.
Ils sont prêts à venir. La première des choses, c'est qu'ils demandent, et c'est à juste titre, ils demandent à être en quelque sorte encadrés. Et donc, ce processus ne peut se faire que si ces spécialistes qui vont aller là-bas vont avoir un lien sous forme d'un contrat très précisément entre eux et des services d'attache au sphère universitaire, parce que ces services d'attache vont être leur soutien réel, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une antenne avec qui ils pourront résoudre leurs problèmes, où ils auront des possibilités de formation dans les deux sens, où ils auront la possibilité d'avoir des visites de ces compétences qui vont venir les aider à mettre en place le dispositif. Alors, ça c'est sur le plan du parrainage, ce qu'on appelle communément le parrainage, mais le parrainage, il faut que les contrats de ce parrainage soient clairement définis. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce ne soit pas un, deux, trois ou quatre spécialistes dispersés dans la nature, mais ce soit des groupes. باش نلخص كل شيء نجم نقول اللي القانون هذا كارثه اذا كان تعدى ولازم الناس الكل نتصدوا له والناس الكل نلقاو حل مع بعضنا باش نقدموا بالحق في قطاع الصحه في تونس وخاصه في المنطقه الداخليه.